اليوم ان شاء الله التوبيك تبعنا عن الاسكيميك هارت ديزيز. احنا وقت الدسلبيديميا شرحنا باثو فيسيولوجي تبعه، وان شاء الله هلا بنرجع بنراجعه مره ثانيه عشان ناكد انه الكل فاهمه. التشابتر بدي بيرو اذا حابين ترجعوا له فهو رقم 16، والجايد لاين هو اي سي سي اتش اي جايد لاين. ديفينيشن هذا التشابتر كمان فيه كثير اختصارات، فلازم تكونوا حافظين الاختصارات تبعت الديزيزز. اول شيء اسكيميك هارت ديزيز، له اسم ثاني كوروناري ارتري ديزيز، او في ناس بسموه كوروناري هارت ديزيز، كله نفس المعنى. ما اصلا القلب الشرايين اللي بتغذي القلب اسمها كوروناري ارتريز، فيعني نقول كوروناري ارتريز او كوروناري هارت ديزيز او اسكيميك، هلا بنعرف شو يعني اسكيميا، فكله نفس المعنى. اسكيميك هارت ديزيز اي اتش دي وكوروناري ارتري ديزيز سي اي دي. اذا لقيتوا سي اتش دي معناه كوروناري هارت ديزيز. ايش تعريف هذا ديزيز؟ لاك اوف اوكسجين سبلاي. لمين؟ للميوكارديوم. يعني انا ديزيز بيختص انه الكوروناري ارتريز اللي بتغذي الميوكارديوم تيشو بالاكسجين بالنيوتريشن، هاي فيها مشكله، فيها مشكله وبالتالي ما بتوصل انف اكسجين لعضله القلب. انا بيهمني هاي عضله القلب ما بوصلها انف اكسجين، اذا لاك اوف اكسجين سبلاي بنسميه اسكيميا. ما تعرف الاسكيميا؟ الاسكيميا هي نقصان ورود الدم لمنطقه معينه. هون احنا عم نختص الميوكارديوم، لاك اوف اكسجين سبلاي اللي هو الاسكيميا. نتيجه ايش الاكسجين سبلاي بيقل؟ نتيجة decrease blood flow أو no blood flow. طيب decrease blood flow متى كان في decrease blood flow؟ لما شرحنا dyslipidemia. متى كان decrease متى كان دكتور no. لما تكون clot بس مو سادة الأرتري بشكل كامل. يعني unstable angina. طيب وفي decrease برضو بالstable angina. برضو stable angina شو إنه بيكون في 50-70% تسكير. برضو هذا decrease. No blood flow معناها الام اي اللي هي مايوكارديال انفاركشن. اذا ما هو ديكريز بلد فلو معناه جاي من ناروينج اوف ذا ارتري. هذا الناروينج مينلي ستيبل انجينا، بيكون السبب ستيبل انجينا او ان ستيبل انجينا. اذا صار توتال اوبستراكشن، توتال ستوب ان بلاد فلو، يعني نو بلاد فلو، معناها هذه هي الام اي مايوكارديال انفاركشن. تمام. قديش منتشر هذا الديزيز؟ اسكيميك هارت ديزيز از ذا ليدنج كوز اوف ديث باليونايتد ستيتس. تخيلوا رقم واحد في سبب الوفاه باليونايتد ستيتس هو الاسكيميك هارت ديزيز. مين اللي جاي من الجلطات؟ هاي الجلطات هاي بتكون فيتل، ويعني اللي بيطلع من الجلطة بيكون كتب له عمر جديد. وبقول لك إذا انجلط أول مرة ريسك إنها خلال سنة تجي جلطة ثانية عالي جدا كمان، يعني يمكن إذا ما مات من الجلطة الأولى يموت من الجلطة الثانية. فمشان هيك الإسكيميك هارت ديزيز هو leading cause of death باليونايتد ستيتس. بالصغار بالعمر الميل أكثر من الفيميل ريسك، عشان مرة حكينا إنه دائما الفيميل عندهم السكس هرمون وبيكون لهم بروتكتيف افكت. لما يصير عندنا بوست منوبوز بصيروا نفس الليفل، يعني هاي الريت اوف اسكيميك هارت ديزيز بزيد ضعفين لثلاث اضعاف بالفيميل لما تصير بوست منوبوز، يعني بصير زيها زي الميل. اذا بري منوبوز يعني هي لسه في بيريود، الفيميل الريسك تبعها كثير اقل من الميل. لما يصير بوست منوبوز بزيد الريسك تبع الفيميل وبالتالي بصيروا زي بعض. على الاغلب بيكون البدايه ستيبل انجينا، بعدين تتطور بتصير ان ستيبل، بعدين بتصير ام اي. هلا بدنا نعيد شرح الدسلبيديميا عشان نتاكد انه الكل فاهم. هاي هذا حكينا كوروناري ارتري لومن بالاي، يعني النورمال بيبول بيكون كلين، بيكون ما في لي ديبوزيشن، واللومن كله فاتح، كل فتحه الارتري فاتحه وبالتالي البلد بيمشي فيه بشكل فريلي، يعني عادي من دون اي اعاقات. لما يصير عندنا هون ديسليبيديميا اثيروسكليروسيس ليبيد ديبوزيشن بنبلش المشكله. يصير في عندنا ليبيد كور بلزق على الجدار، هذا الليبيد كور بغطيه فايبرس
كاب، طول ما انا عندي ليبيد كور وفايبرس كاب مغطي وهذا الكل يعني هذه الكور ستيبل، بسميها ستيبل اثيروسكليروتيك بليك. ستيبل معناها الفايبرس كاب مو مفتوح، هاي سميناها كمان الستيبل انجينا. وحكينا متى ببلش السيمتومز؟ اذا صار هذا التسكية تقريبا 50% ل70% من اللومن. لو هو اقل من 50% احتمال يكون في تسكير وانا مو حاسه، يعني عادي ما يكون في سيمتومز عند المريض. اذا الرقم بي او حرف بي هو مرحله الستيبل انجينا. هلا ابتداء من مرحله سي بسميه الاكيوت كورونري سيندروم. لما تسمع اكيوت كورونري سيندروم انا بحكي يا انستابل انجينا يا ام اي. اول خطوه لو للاكيوت كورونري سيندروم اني ادخل بسي، واول خطوه بسي بتصير فيشر او ربتشر للبليك، بطلت اذا ستيبل. هاي اثيروسكليروتيك بليك، هذا الفايبروس كاب فتح اذا بطل ستيبل. ما دام صار في فيشر او ربتشر ننتقل من سي لدي. بدي بصير بليتلت ادهيجن وبليتلت اجريجيشن بي اي، وبصير يعني بنتذكر فايبرينوجن بصير فايبرين وثرومبس فورميشن عبال اوصل لاف. الثرومبس هي نفسها الكلوت اللي هي الخثره اللي هي نفس الجلطه. اذا الثرومبس سكرت لي تقريبا 90% من اللومن تبع الارتري فبسميها unstable angina، وإذا total occlusion أو obstruction بتكون هي الـ MI. فإذا بالـ stable angina عندي stable atherosclerotic plaque covered by fibrous cap. هاي بتسبب لي narrowing، ما بتسبب لي obstruction، مستحيل تسبب obstruction هاي، بس تعمل لك narrowing وبالتالي بيقل البلد فلو، يعني عندي اسكيميا. هلا لما ادخل لمرحله اكيوت كورونري سيندروم، اكيوت كورونري سيندروم يعني يا انستابل انجينا يا ام اي، بصير عندنا ديستربشن او ممكن سميناها فيشر او نفسها سميناها ربتشر، كله نفس المعنى، نفس المعنى بوصله الكلمات هاي. اوف ذا اثيروسكليروتيك بليك اللي هو الفايبرس كاب بيفتح، وسبسيكوينت ثرومبس او بلاد كلوت فورميشن. هلا هاي الكلوت إذا قللت كتير البلد فلو معناها انستابل انجينا، ما سكرت توتال. إذا صار توتال كلوجن معناها ام اي. وهي الأستاذ عم بتأكد لي إنه أنا إذا 70% تسكير بميجر ارتري أو 50% بارتري أصغر شوي ببلش السيمبتومز. يعني بمعنى آخر أنا بدي تسكير 50-70% حتى تبلش هاي اكسبيرينس انجينا، يعني يصير عندنا ساينز اند سيمبتومز. signs and symptoms. قبل هيك بيكون silent، ما بيكون في symptoms. واضح لهلأ؟ لأن لهلأ أنا عم براجع مراجعة على محاضرة الدسلبيديميا. في أي سؤال لهلأ؟ طيب نيجي هلأ. إذا هذا مختصر للي بيصير. Atherosclerosis أو lipid deposition هو عمل لي stable angina. والstable angina لما صار عندي بليك rupture أو فيشر أو disruption صار عندي acute coronary syndrome. الacute coronary syndrome نوعين، يا unstable angina إذا تسكير 90% من الارتري، يا MI myocardial infarction إذا 100% occlusion. طبعا برضو الـ MI فيها تفصيلات بس مش رح ندخل فيها. NST elevation MI و STI elevation MI هدول مش ضروري تحفظوهم، يا بنحفظ لهون. طبعا انا حكيت لكم السلايدز هذا الشابتر فيه كتير اختصارات، وهي اختصارات وتخربت، فمشان هيك لازم نكون حافظينها. يعني ischemic heart disease IHD هو نفسه coronary artery disease CAD، وهو نفسه coronary heart disease. هاي اول اختصار بدنا نعرفه. ثاني اختصار chronic stable angina CSA، وفي ناس ما بضلوا يقولوا chronic بقولوا stable angina SA.
الأكيوت كورونري سيندروم ACS، يعني تخربط بين ACS و CSA. بالامتحان أنا نصيحتي لكم لما تشوف اختصار، إذا أنا جبت اختصار يعني ممكن أجيب اختصار مش الكلمة كاملة، إذا شفتوا الاختصار بالامتحان دغري طلعوا سهم وإيش واكتبوا إيش معنى هذا الاختصار عشان ضلوا مركزين. فأكيوت كورونري سيندروم ACS، كرونيك ستيبل أنجينا CSA. أكيوت كورونري سيندروم هم من نوعين، أنستيبل أنجينا ومايكارديال إنفاركشن MI. هلا الستيبل أنجينا لها كتير أسماء. ستيبل أنجينا أول اسم، لها اسم قديم اسمه أنجينا فيكتوريس. إذا مرقت معكم يعني إذا بتشوفوا كتب قديمة للثيرابي بتشوفوا هذا المصطلح موجود، أنجينا فيكتوريس. وإلها اسم ثاني إكزيرجينال أنجينا. إكزيرجينال أنجينا جاي من إكسرسايز. طب إيش يعني هاي؟ شو معنى هذا التعريف؟ إكزيرشنال أنجينا من وين أجت هذا المسمى إلها؟ شو رأيكم؟ يعني إنه يعني إذا فيها مثلا عنده ألم إلا لما يمارس الإكسرسايز. ممتاز نبيل، بالضبط. لما بعمل مجهود مش ضروري الاكسرسايز اللي بالجيم، عادي بكون طلعت درج مثلا او مشيت حوالين البيت او رحت على الجامع او عملت اكسرسايز معين بلش تظهر السيمبتومز، عشان هيك بنسميها اكزيرجينال انجينا، يعني بتظهر الانجينا سيمبتومز لما بعمل اكسرسايز، ولما برتاح من الاكسرسايز بتروح السيمبتومز. تمام. اذا اكزيرجينال انجينا معناها تاتي الانجينا سيمبتومز لما بعمل اكسرسايز، ولما برتاح من الاكسرسايز بتروح السيمبتومز لاني برتاح. طب شو التفسير العلمي؟ ليش انا لما بعمل اكسرسايز بتيجي السيمبتومز؟ دكتورة بزيد البلد فلو، بصير انه لما اقدر اتحرك بشكل صحيح. انا لما بعمل اكسرسايز ايش بصير البلس تبعي؟ يعني بيعلى ولا بيقل؟ بيعلى دكتورة، بيعلى البلس. فكون القلب هو مرتاح بضخ مثلا 75 مره بالدقيقه، لما بيعمل اكسرسايز بصير يدق مثلا 100 مره. طب هو لما بيزيد البلس معناه القلب بده دم كتير لحتى يشتغل، ما هو بيشتغل زياده عن المفروض. طب انا الكوروناري ارتريز كلها نارو، فيها ناروينج، مش قادر تعمل بلد سبلاي كتير، تظهر السيمبتومز. مره ثانيه انا لما بعمل اكسرسايز القلب بيتحرك كتير فبده دم كتير لحتى ياخذ اكسجين، بده اكسجين مقابل المجهود اللي قاعد بيشتغل القلب. طب ما الارتريز مسكرين الا شوي، طب نقول يعني 70% مسكر، ما انا يعني بشتغل على 30% قاعد، 30% من البلد فيزل فاتح، عشان هيك هو مش ملحق يعطي الدم بلد، مش قادر يوصل للدم انا في بلد، وبالتالي بيكون لو اكسجين تظهر السيمبتومز، بيصير السيمبتوم جاي زي المايوكاردن بقول لكم الحقوني بدي اكسجين، فبتظهر السيمبتومز. لما برتاح البني ادم بيقل البلس ريت، بيرجع على 75 للوضع الطبيعي تبعه، بيرجع السيمبتومز تروح، عشان هيك بسميها اكزيرجينال انجينا. لها اسم برضه تيبيكال انجينا او كلاسيك انجينا، انجينا اوف ايفورت، ايفورت نفسه الاكسرسايز، انجينا اوف ايفورت يعني بتزيد لما بعمل ايفورت وبتقل لما بروح الايفورت. أثيرو سكليروتيك أنجينا برضو اسم إلها، أثيرو سكليروتيك أنجينا لأنها جاية من أثيرو سكليروسيس أصلاً البحث الفسيولوجي تبعها. الأنستيبل أنجينا إلها أسماء أخرى، بري إنفاركشن أنجينا. إيش يعني بري إنفاركشن؟ زي جزء دكتورة؟ لا، إيش بري؟ بري دكتورة قبل ما توصل دكتور، يعني قبل ما يدخل مرحلة الـ MI. صح، مش أنا قلت أنا استخدمت 90% تسكير و 100% MI، يعني هي شحطة قبل الـ MI على فكرة، هي مرحلة كتير قريبة من الـ MI. فإنفاركشن يعني مايوكارديال إنفاركشن، لما بنحكي بري إنفاركشن أنجينا فهي المرحلة التي تسبق الـ MI، وهي فعلا هيك تكون مرحلة كتير قريبة من الـ MI.
لها اسم ثاني كريسندو أنجينا، أتوقع العالم اللي اكتشفها كريسندو. وممكن لها اسم كمان أنجينا أترست، عشان هيك هدول كيف بنفرقهم عن بعض. هذا الأنستيبل أنجينا، وبرضو الإم آي بيجي التشست بين هو قاعد على التلفزيون قاعد على الأخضر وهو نايم ما بيكون عامل إكسرسايز، فجأة بتيجي التشست بين سيفير. هدول لازم نروح على المستشفى، سواء كان أنستيبل أنجينا أو إم آي، البين تبعهم اللي هي السيمتوم تيجي أترست، وبالتالي كونها اجت اترست انا ما في شيء اعمل له اياه، لازم انا اتصل بالاسعاف يروح على المستشفى اي سي يو. هلا الستيبل انجينا هو جاي مع اكسرسايز، وبالتالي بقول له ارتاح بتروح السيمبتومز. طب هو هذا السيمبتوم جاي وهو مرتاح، شو اعمل له؟ ما بنقدر نعمل لهم شيء في البيت، بس بنرن على المستشفى او على الاسعاف. اوكي، فالانجينا الستيبل انجينا، وباي ديفولت الام اي الانجاي السيمبتومز تبعتهم تيجي اترست. هاي مهمه، عشان هيك هاي بتميز لي بين الانستابل انجينا والستابل انجينا. ممكن اسال المريض عمو انت يعني عملت مجهود معين واجتك السيمبتومز؟ قول له انت قاعد، بقول لك لا والله كنا نحضر المسلسل. هذا اذا هي انستابل انجينا او ام اي، يعني في طرق اخرى نميز بين الانستابل انجينا والام اي، بس افرق بين انستابل انجينا والستابل انجينا. بيقول لي اه والله صراحه اشتغلت حوالين البيت واجتني فبعد اكسرسايز بعد مجهود تيجي السيمبتومز، هاد على الاكيد بيكون ستابل انجينا. اذا اجت السيمبتومز وهو قاعد فهي انستابل انجينا. في نوع خاص من الانجينا اسمه برينز ميتال، اذا مر عليكم برينز ميتال انجينا، هذا نوع خاص ورير، ما إله باثوفيسيولوجي ديسليبيديميا، يعني هدول بيكونوا صغار وهيلثي، ما بيكون عندهم ديسليبيديميا ولا بيكون عندهم أثيروسكليروتيك. طب ليش بصير عندهم سيمبتومز تشست بين؟ بصير عنده فيسوسبازم، يعني الارتريز بتضيق، فجأة بصير فيها سبازم. لما تصير سبازم بصير تجي تشست بين، بعدين هيك بعد 15 دقائق خلاص بيرجع دايليشن للارتري، بيروح التشست بين. ما له دخل بالديسليبيديميا، ما له دخل بكل الباثوفيسيولوجي هذا شرحناه، هذا كل الباثوفيسيولوجي شرحناه ما بنطبق على هذا النوع. هذا لما فتشوا عن سببه لهلا احد مش عارفين شو السبب اللي فجأة بصير عندنا فيزوسبازم، يعني الارتريز بصيرها فيزوسبازم بتسكر هيك من غير اي سبب، بعدين بعد 15 دقيقة بترجع بتفتح. نسميها برينز ميتال انجينا، او لها اسم ثاني فاريانت انجينا، فيزوسباستيك انجينا. طب شو تتخيلوا هدول اي دواء ممكن نعطيهم اياه؟ دكتوره فيزودايليتر ممكن. بالضبط فيزودايليتر، ممتاز يا حسين، ما دام في عندنا فيزوسباز جاي لسبب مش معروف بعطي فيزودايليتر على اساس احل هاي المشكله. يعني هدول ما بياخذوا الاستاتين، ما بيعالجهم ديسليبيديميا، لانه مش هدول السبب تبعهم للانجينا، مش الديسليبيديميا. فهذا نوع خاص يعني، بس حبيت اذكر لكم اياه، بعد هيك ما راح نجيب سيرته. فالكرونيك ستيبل انجينا او الستيبل انجينا، بيشنت هاز اوكيجنال بيريد اوف انجينا سيمبتومز، لقدام حنحكي شو هي السيمبتومز. يوجوالي بريدكتبل، ايش يعني بريدكتبل؟ سيمبتومز ار بريدكتبل. ايش يعني بريدكتبل؟ بريدكتبل بريدكشن يعني ملاحظة، يعني بيقدر هو يحس فيها ويشوفها، يحس بأعراضها. ديك نوتيسبل ملاحظة، بريدكتبل لا يعني توقع. دكتور يعني اكيورابل، متوقع متوقع. ليه؟ لأنه اربطوها بالإكسرسايز، هو بصير المريض يعرف حاله. أول مرة بطلع الدرج بصير عنده تشست بين، ثاني مرة بقول آه أنا إذا طلعت الدرج رح يصير عندي تشست بين، بصير يعرف حاله، عشان هيك بصير متوقع. متوقع بقول لك مثلا إذا أنا طلعت الدرج شحط واحد ما بتصير عندي، إذا طلعت الشحطين بتصير عندي. فهو صار يتوقع على حاله إيش الإكسرسايز اللي بسبب له تشست بين، وإيش الإكسرسايز اللي بكون لا بقدر يتحمل وما بسبب له تشست بين. شو هيك سميناها predictable.
طيب اذا فهمنا معنى البريدكتبل، هل الانستابل انجينا بريدكتبل ولا لا؟ لا دكتور، لان نتيجة على الاثريست. ايوه تجي هو قاعد، يعني قاعد وعين الله عليه وبحضر بالاخبار فجاه اجته. طيب هاي 100% انا بريدكتبل. فالانستابل انجينا ما بيحزر يا حرام على حاله الا اجته تشس بينه بنلحقه او ما بنلحقه بالمستشفى، فهي تعتبر ان بريدكتبل. الستيبل انجينا لا بريدكتبل، بصير يعرف يعني عملت الاكسرسايز الفلاني بيجيني تشيست بين، اذا ما عملتوش ما بيجيني تشيست بين. تمام، هاي الستيبل انجينا وحكينا سببها اثيروسكليروسيس. الستيبل انجينا بريسيبيتيتد باي، يعني في عوامل بتزيد السيمبتومز، قلنا الاكسرسايز احد العوامل. الكولد ويذر، ليش الكولد ويذر ممكن يزيد السيمبتومز عند الستيبل انجينا دكتورة؟ لان الجسم يحتاج بلاستيك. اكثر من حدا حكى. لانا ايش لانا احكي لي؟ ممكن يعمل فازو كونستركشن لانه البرد. بالضبط، انت لما تكون بكولد ويذر بصير الجسم بيعمل فازو كونستركشن عشان يحافظ على حرارته. تمام، فبتيجي كورونري ارتريز تعمل برضه فازو كونستركشن. تخيلوا هو مسكر 70% وعنده فيزو كونستريكشن كمان، هذا ما صارش فيه 10% شغال. تمام، فالكولد ويذر بيزيد السيمبتومز عند الناس عندهم انجينا، وبالتالي من البيشنت ادوكيشن نحكي لهم انه لازم يدفوا منيح، لازم ما يتعرضوا لكولد ويذر كتير. الستريس، كيف الستريس ممكن يزيد السيمبتومز؟ دكتور راح يزيد البلد برشا، راح يزيد البلد فلو والشريعة أصلا مسكر. طيب كيف حلو صح كلامك، بس ايش يعني اعطيني امثلة على السترس، كيف الواحد بيكون هيك سترس؟ زي دكتور بوقت الامتحانات، الوقت اللي احنا فيه امتحانات، متطاوش مع صاحبه، متقاتل مع اهله، معصم من اشي معين، ما اخذ علامه مش عاجبته، نرفزته، هذا كله ستريس. واحد لما بصير بستريس زي اللي راح يصير اليوم دكتوره. ليش ايش بده يصير اليوم؟ اليوم دكتوره الناس كلها عشان يعني هيسكروا 3 ايام محلات، حنضل في الدور، الستريس راح يكون عارف دكتوره. يعني انت كل هانك طالع من الدار ما عارف ايش. لا دكتوره اليوم دكتور عشان انه حصير في 3 انه الحظر شامل للثلاث ايام. برضه هذا مثال حي صح. المهم انت لما تكون معصب من واحد بيصرخ وبيرتفع ضغطك، البلس تبعك بيزيد، الهارت بنبض بشكل عالي. تمام، نرجع نفس قصه الاكسرسايز، كونه الواحد بستريس وضغطه بيزيد والهارت ريت بيزيد، فانا القلب بدي بلد فلو اكثر. طب ما الارتريز مسكرين او في ناروينج، فبتبلش تظهر السيمبتومز. الايموشن سواء كانت بوزيتيف او نيجاتيف، نيجاتيف ايموشن مثلا يعني يسمع له خبر حزين، مثلا رسب له ماده، وفاه لشخص عزيز عليه، هاي نيجاتيف ايموشن، بزعل بيبكي. واحد لما بيبكي مثلا برضه الهارت ريت بيزيد، بتحس القلب بده دم اكثر. بوزيتيف ايموشن برضه لما ينجح في التوجيه، يجيب معدل عالي، يتجوز، ابصر شو يعني، هاي برضه البوزيتيف ايموشن برضه بتزيد الهارت ريت، فبده بلد اكثر. وبالتالي احنا بننصح المرضى الايموشن سواء كان نيجاتيف او بوزيتيف نحكي لاهله، اذا في خبر سيء انه واحد مثلا ميت اللي عند اهله بننقل له الخبر شوي شوي، ونفس الشيء اذا في خبر مفرح برضه بدنا ننقل له اياه شوي شوي، لانه هاي الصدمه ممكن تكون قاتله بالنسبه له. الايتينج، كيف الايتينج ممكن ياثر سلبيا على السيمبتومز؟ ايتينج دكتور ايه هو كلاكل فيه فات كثير. طيب شو بده يصير؟ ترى راح يزيد تسكير ايش اسمه البلاد فيزا. لا مش هيك، انت بتحكي فات كثير فبده يصير ديسليبيديميا تسكر اكثر. لا مش هيك هذا قصده دكتورة، راح يكون محتاج بلس سبلاي اعلى. ليش وين راح البلاد يا حسين؟ بصراحة اروح للستومك، البلاد فيحتاج بلاس سبلاي اكثر.
بالضبط. يعني أنا اليوم مثلا معزومة على منسف، أكلت منسف وإيش فللت، وين كل البلد فلو؟ بتلاقيه راح على المعدة مشان بده يهضم المنسف اللي أكلتيه. طب هو بيقل لي البلد سبلاي على الهارت، بصير إيش الهارت زعلان، بصير عنده سيمتومز، لأنه البلد فلو مين اللي وين راح على الجي آي، بده يهضم الوجبة الكبيرة اللي أكلتها. فهدول برضه إيش بننصحهم؟ بدهم يصير ياخذوا سمول فريكوينت ميل، يعني بدل ما ياكل هيك وجبة غدا كبيرة بيقسمها. يعني صحي مثلا المنسف ماكله ماكل، بدل ما تاكله مرة واحدة تاكله كل ساعتين تاكل لك مثلا نصه أو ثلثه، يعني بده يقسمه على فترة طويلة عشان ما يروح الدم مرة واحدة على الجي آي وتصير سيمتومز على القلب. تمام؟ إذا هاي العوامل اللي بتزيد السيمتومز، وهاي العوامل بنأكد عليها وين؟ بالبيشنت اديوكيشن. عمو اعمل اكسرسايز بس لما تحس حالك تعبت بدك ترتاح، عمو الكولد ويذر بيأثر عليك، لازم انت دائما تدفي حالك، الستريس حاول ابعد على الاشياء اللي بتنرفزك، الايموشن بنخبر الاهل بوزيتيف او نيجاتيف ايموشن بنقولها بطريقه سلسه وسهله وشوي شوي للمريض، والايتينج بده ياخذ سمول فريكوينت ميل مش ميل كبيره، نقسمها وبتكون صغيرة. هلا الانستابل انجينا سببها قلنا الربتشر اوف اثيروسكلوريتيك بليك، وبالتالي هي انبريدكتبل لانها التشست فين تيجي ات ريست انبريدكتبل، لازم تنتقل تحت انبريدكتبل لانه التشست فين جاي ات ريست. طب شو بدي اعمل اذا هو تشست فين ات ريست؟ هاي شو لاحظوا شو بدي اعمل؟ urgent medical condition، لازم اروح aggressive medical management يعني بدي اروح ICU. ليه؟ لانه اذا لحقت بمنع الام اي، يعني تخيلوا اذا لحقت المريض بمرحله الانستابل انجينا ولحقته بالمستشفى بمنع انه يصير عنده ام اي، يعني هي بس عامل وقت بين الانستابل انجينا والام اي عامل وقت. فانا اذا لحقته وعالج امور الانستابل انجينا اعطيتها تريتمنت ما بصير عنده ام اي. اذا طول والله بازمه هالشوارع ولسه ما حدش فتح له الطريق، لا وصل المستشفى بتلاقيه دخل ام اي مات وما لحقناه، بسمعوش حدا مثلا مات في الطريق وما لحقهوش لانه انستابل انجينا دخل بام اي، والام اي واحنا لساتنا ايش بازمه هالطريق بنستنى فرج ربنا. طيب الريسك فاكتورز، ايش في ريسك فاكتورز للكوروناري ارتري ديزيز؟ ايش اوبيز دكتوره؟ الاوبيسيتي صح، هايها موجوده. طيب خليني اسالكم قبل ما نقرا اوبيسيتي، بس الاوبيسيتي بدنا نحسب بادي ماس اندكس، يعني مش كل واحد اوبيز بحكي عنده ريسك، لازم احسب احسب البادي ماس اندكس، واذا طلع الرقم 30 كيلو جرام بير متر سكوير او اكثر بيكون ريسك. يعني افرض انا قلت لك بالكيس انه البادي ماس اندكس عند المريض 25 ما بيكون ريسك، 29 ما بيكون ريسك، 30 35 32 هاي أول نقطة. تاني نقطة، أنا ما بجيب لك البادي ماس إندكس جاهز، بدك أنت تحسبها، بقول لك علما بأنه وزنه 70 وطوله 160. هلا البادي ماس إندكس هي حاصل قسمة الوزن على الطول بالمتر، أوكي بالمتر وليس بالسنتي. فبتقول 70 تقسيم 1.6 تربيع. بعد ما يحسب البادي ماس إندكس شوفوا إذا أعطاك رقم أكثر من 30، 30 فما فوق فهو ريسك. طيب ريسك تاني الايج، الميل كل ما صار عمره فوق ال 45 بيكون ريسك، الفيميل فوق ال 55. يعني لو قلنا بالكيس 66 years old male ريسك 66 اعلى من 45 فهو ريسك. طيب لو قلت لك بالكيس انه المريض 35 years old male الايج هون ما لا يعتبر ريسك لانه صغير، 35 أصغر من 45. لو قلت 60 years old female 60 أعلى من 55 فهي ريسك. واضح الفرق؟ واضح كيف الايج بعتبره ريسك؟ لازم الفيميل يكون عمره أكثر من 55 والميل أكثر من 45 حتى أحكي إنه ريسك. Family history of premature ischemic heart disease. فاميلي هيستوري كمان لما تسمعوا يا جماعة فاميلي هيستوري، هاد بيكون أبوه أو أمه أخوه أخت، يعني بيكون فيرست
ريلاتيف، مش ابن عم ابوي، كتير بعيد، ابن خالة امي كتير بعيد. اوكي، لازم يكون حدا من الفيرست ريلاتيف. هاي فاميلي هيستوري بشكل عام. لما احكي بريماتشور معناها انه ابو المريض انجلط على عمر صغير، ام المريضة اجاها ستيبل انجينا وهي صغيرة. بريماتشور يعني بتكون ابو المريض او ام المريض لما اجاهم الاسكيميك هارت ديزيز كانوا صغار. قديش صغار؟ الميل يعني ابو المريض او ابو المريضة اجا على عمر اصغر من 55. قلت لك بالكيس علما بان his father يعني ابو المريض his father died with MI او اجته الام اي على عمر 65. هل يعتبر هذا family history of premature ischemic heart disease؟ ابو اجته ام اي على عمر 65 طبعا دكتور، عشان اكبر من 55 طبعا. ولا طبعا لا؟ طبعا لا، ابوه طبعا لا. طبعا لا، لانه الاب تحت لأنه اكبر من العمر. ايوه يعني لاحظوا انتوا الفاميلي هيستوري بده يكون عمر صغير، فالكونه 65 اكبر من 55 يعني بده يكون اصغر من 55 حتى اعتبره ريسك. طب افرض انا قلت انه عمر ابوه لما صار عنده انستابل انجينا كان 60، هل يعتبر ريسك 60؟ لا دكتور، لا يعتبر. طب لو كانت امه على 60 اجت هالشلطة، هذا دكتور هذا يعتبر، لانه الفيميل لاحظوا يعني الام فيميل الام على 65 اصغر من 65. اوكي، هاي معنى فاميلي هيستوري، متى احسبها ريسك ومتى ما احسبهاش ريسك. هايبرتنشن يعتبر ريسك للكارديوفاسكولار ديزيز، سموكينج، ديابيتس، سيدنتري لايف ستايل. يعني انه اجمالا باجي بقول لك انه المريض هذا فيزيكلي ان اكتف، ما بيتحرك، ما بيشتغل، ما بيروح، ما مش فيزيكلي اكتف، يعني عنده سيدنتري لايف ستايل، فهي ريسك. طب خليني أعطيكم مثال، شو رأيكم ونطبق عليه؟ أجيب لكم 42 years old female، وزنها 62 سنتيمتر. طيب عندها ديابيتس، عندها هايبرتنشن، عندها ديسليفيديميا، فادر هاد انستابل انجينا ات ايج اوف 52، smoker and مثلا play exercise 2 days per week, fasting, lipid profile. هذا كله هيك الكيس بيجيكم، باجي بقول لك كم risk factor عنده. fasting lipid profile بقول لك انه ال LDL 150، ال HDL مثلا 5، يعني risk factors the patients have. يلا دكتورة. لا استنى يا زلمة، انت شاركت كتير، بدي حدا من الساكتين. يلا يا محمد سمير، يعني هاي الكيس كلكم بدكم تشاركوا فيها وبدنا نطلع ريسك ريسك. محمد سمير يلا نبلش من اول كلمه. 42 فيميل، بروح على الايج تبعها، شو رايك يا محمد؟ 42 تحت العمر، بريماتشور.
لا يا محمد، بريماتشور للفاميلي هيستوري يا محمد. لما احكي بريماتشور هاي ام المريضه او ابو المريضه، انا عم بحكي لك المريضه نفسها عمرها 42. لا برو 42 انا هاد النقطه. هل هاي النقطه اعطتك ريسك؟ لا انا تحت ال 65. لا تحت ال 55 محمد. 55 للبريماتشور فاميلي هيستوري، نفس المريضه 55 اللي بقارن فيها. طيب هل هي فوق ال 55 عمرها؟ لا تحت. تحت، فاذا ما اخذ ريسك لسه، هاي صفر. اول واحده ما اخذتش منها ريسك. طيب ثاني نقطه بدنا نغطيها يا مرام، احسبي لي يا مرام البادي ماس اندكس. يلا شوف الوزن 82 والطول 162، او انتوا اللي معهم موبايله يحسب البادي ماس اندكس. 31.2 قد ايه؟ 31.2. ممتازين، بادي ماس اندكس 31.2. طيب شو رايكم اكثر من 30؟ هاي اول نقطه، هاي اول ريسك فاكتور. طيب ديابيتس. دكتوره. طيب سوري، هاي ديابيتس اخذت واحد منها. هايبرتنشن. دكتور كمان. هاي الهايبرتنشن، هاي ديابيتس، هاي الدسليبيديميا. اذا هون هاي ديابيتس اخذت واحده، وهاي الهايبرتنشن واحده، وهاي الدسليبيديميا واحده. طيب نيجي سموكر. Yes. Yes. أخذت واحدة. طيب ليه exercise 2 days per week؟ إيش تعريف physical active؟ دكتور إحنا حكينا 5 أيام لازم بالأسبوع بيكون active. بس اليوم نص ساعة. Yes. فأنا لما أحكي 5 days معناها لا مش physical active. إذا sedentary lifestyle. هاي واحد. نيجي هلأ على المهم. طيب قبل ما لندي أشرح الفاستنج اللي بدي بروفه. هون كم نقطة حصلنا إذن؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، هدول 6. دكتورة في كمان واحدة. ما حكينا عن أبوها. عن أبوها. صح كده. لا أنا ما شفتش أبوها. بلا his أبوها. أو هير فاذر. أنستيبل أنجينا 52. يلا نشوف فاميلي هيستوري. دكتورة عنده. أصغر من 55. دكتورة ما يعتبر. ليش ما يعتبر؟ دكتورة قلنا 45. قلنا 45. لا الفيميل 45 يا جماعة. 45 عمر المريض. الرجال 65. 65 عمر الأب. أبو المريض. يا حسين 55 أبو المريض. أوكي هون حكينا لها إنه أبوها على 52. 52 يس أصغر من 55، فإذا تعتبر ريسك. هذه إذا نزيل كمان واحدة. تمام هيك صف 4 7. نيجي على قصة ال HDL. هاي ال HDL شايفين هاي لها قصة. هلا ال dyslipidemia أخذت نقطة لحالها، هاي الريسك تبع dyslipidemia أخذته. نيجي على ال HDL، بقول لك ال HDL إذا رقمه عالي هذا إيش كويس ولا مش كويس؟ ال HDL إنه عالي كويس. كويس لو ال HDL عالي فوق ال 60. أيوه إذا ال HDL فوق ال 60 subtract one risk factor، يعني بيشتغل زي المحاي. إذا فتشنا بالكيس ولقيت ال HDL فوق ال 65، هي فوق ال 60 سوري، هي HDL إذا فوق ال 60، طب ال HDL عند هاي المريضة قد إيه؟ 65، بيشتغل محاي. شو بيعمل؟ بيمحي risk factor، بصير عنده 6 بدل 7. مرة ثانية ال HDL بيشتغل زي ما حي بأي قيمة إذا هو فوق 60، هو عند المريضة 65، فبيجي بشوف الريسك فاكتورز عنده 7، وال HDL عالي بيقوم بشطب ريسك فاكتور بصير بدل 7 6. بيشتغل زي المحاي إذا هو فوق 60. طيب نرجع، بس إذا ال HDL أقل من 40 بنزيد ريسك فاكتور. إيش يعني؟ يعني لو قلت لك نفس هاي المريضة، هاي كنترول سي، قلت لك علما بان ال HDL 35 بصير 8 دكتوره.
لا بصير ايوه بالضبط بصير 8 ممتاز فاطمه بصير 8 ريسك فاكتورز. مره ثانيه اذا انت شوف كيف بحل الكيس، بخلي ال HDL اخر ستيب، حتى لو انا كتبت لك اياها من البدايه من اول الكيس بخليها باجلها، بحسب كل الريسك فاكتورز من غير ال HDL حتى هاي الاستبديه بتاخذ نقطه. تمام، الLDL هي نفسها ديسليبيديميا، ما باخذش نقطتين منهم، خلص انا ديسليبيديميا مشخص رسمي خلص اخذ نقطه. تمام، لو ما قلت لك ديسليبيديميا وكان الLDL عالي باخذ نقطه من الLDL، بس انا على الاغلب حاقول لكم دائما انه عنده ديسليبيديميا، ما بدي اخربطكم، فاخذ النقطه ديسليبيديميا. لما بتجيكم كيس بخلي الHDL اخر شيء وبحسب الريسك فاكتورز من غير HDL. احنا من غير HDL قديش كانوا الريسك فاكتورز؟ 7 تذكروا؟ العمر لا، البادي ماس اندكس 1، دايابيتس 2، هايبرتنشن 3، ديسليبيديميا 4، فاميلي هيستوري وبريماستور 5، سموكر 6، والفيزيكال ان اكتيفيتي هي 7. فهو فعليا عنده 7 ريسك فاكتورز. باجي عند ال HDL، ال HDL اكثر من 60 فاذا امسحي، بدل ما هو 7 بصير 6، هي مسحنا ريسك فاكتورز. الكيس الثاني نرجع، عمرها هو نفسه بس بدي افترض انا انه اجتني وحده جديده، العمر لا ما اخذ ريسك، بادي ماس اندكس هاي 1، دايابيتس 2، هايبرتنشن 3، سليبيديميا 4، فاميلي هيستوري اوف بريماتشور 5، سموكر 6، اكسرسايز ان اكتف 7، والال دي ال كمان تحت ال 40 هي 8. هاي 8 ريسك فاكتورز، السبعة والـ HDL كمان أجت برضو وضعها سيء لأنها يعني أقل من 40، فبنيجي نزيد ريسك على الموجود فبيكون 8. يعني إذا فعليا الريسك فاكتورز من غير HDL يا بدهم يزيدوا 1 يا بدهم ينقصوا 1، فيش حل آخر. الريسك فاكتورز 7 يا بيزيدوا إذا الـ HDL قليل بصيروا 8، أو بنقصوا إذا الـ HDL عالي فبصيروا 6. اوكي يا جماعه.